أمي همها الأغاني والمسلسلات والأفلام الإباحية، وهذه الصحون التي كلما اتسعت على السطوح ضاق الصحون المائدة. هذه أمي لا ينبغي أن تقول يا رب انصرنا، لأنه ما قدموا شيء للنصر. أما حينما نعود إلى الله ونتوب إليه ونعود نعتز بأمتنا وبديننا وبقرآننا وبإسلامنا ونقيم الإسلام في بيوتنا وفي أعمالنا، عندئذ يمكن أن ندعو الله بالنصر. أخواننا الكرام، الكلام الدقيق هذا هو الكلام: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، أما إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. الله عز وجل قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فإذا طلعت الشمس من مغربها، إذا قلدناهم في كل شيء، إذا دخلوا جحر ضبين انتهينا، ما في توبة. لماذا تتوب؟ هم على حق لا نحن، هم الناجون ليس نحن، هم الفالحون، هم المتفوقون، هم المسيطرون. دعك من رواد المساجد قلة قليلين، بلد فيها 5.5 مليون، مجموع المصلين في كل المساجد 500 ألف عشر، كل هؤلاء الذين يرتادون المساجد عشر، والذين يرتادون الفجر واحد بالألف منهم. لذلك هم يعتقدون أعداؤنا ما لم يكن عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة فلا جدوى من أن ننتصر عليهم. القصة الدقيقة: حتى تطلع الشمس من مغربها. العلم من الشرق، الأخلاق من الشرق، الإسلام من الشرق، الحضارة من الشرق، الأدب من الشرق، الحياء من الشرق، حقوق الإنسان من الشرق، حقوق المرأة من الشرق. أما إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. في ملمح، هذا اجتهاد مني، إن أصبت فمن توفيق الله، وإن لم أصب فمن تقصيري. معنى حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا رأينا الغرب كبيراً، حضارة، علم، تقدم، حقوق إنسان، إذا رأينا الغرب مصدر القيم لا يمكن أن نتوب إلى الله. يعني الشمس رمز المعرفة، كانت من المشرق، المسلمون من الشرق صدروا للعالم العلم والحضارة. أما إذا توهمنا أن الحضارة من الغرب وأن اللباقة والنعومة من الغرب، الطالب الذي يدرس في مدرسة غربية يملك أحاسيس مرهفة تماماً، إلى أن نتوهم أن الغرب مصدر الحضارة قطع باب التوبة. وما لم نكفر بالغرب الطريق إلى الله ليس سالكاً. وأنا أشكرهم من أعماق أعماق قلبي لأنهم أعانونا على أن نكفر به. لولا بطشهم ولولا وحشيتهم ولولا قصفهم العشوائي ولولا تلذذهم بقتل الأطفال والنساء ولولا هدم كل شيء ولولا تدمير البنية التحتية لأمة لا تملك غيرها، لولا إفقارهم للشعوب التي حولهم لما كفرنا بهم، لكنهم أعانونا على أن نكفر بهم. وما لم نكفر بهم لن نؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا توهمنا أن العلم من عندهم، وأن القيم من عندهم، وأن أصول الحياة من عندهم، يعني هل يجرؤ بلد إسلامي
أن يفتتح فندق خمس نجوم من دون خمر؟ لأنه في آيات بالقرآن يبدو منزلة، فندق خمس نجوم بده يكون فيه خمر، ما بصير. هل يجرؤ بلد إسلامي أن يسمح بترخيص لفندق خمس نجوم من دون خمر؟ مستحيل. نظامهم مسيطر، أنماط حياتهم مسيطرة، البورصة نظام اقتصادي عندهم، البنوك الربوية، يريدون إسلام يعني حيض نفاس، اغتسال جنابي، حيض نفاس، ممكن ادرسوا هذا الدين. أما دين مقاومة، دين لك شخصية، دين أن تقول لا. هلا من الذي قال لا في العالم كله؟ في فلسطين وفي لبنان قالوا لا، تفننوا في تدميرهم، قالوا لا للغرب. أما الذي انبطح يرضون عنه. فلذلك أيها الإخوة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، إلى أن يتوهم المسلمون أن الحضارة من الغرب، وأن العلم من الغرب، وأن الدراسة العميقة من الغرب. يعني لما يكتب الطبيب بورد بتسيخ أمامه، انتهى كل شيء، بورد معه. فما لم يكن الإنسان دارس في الغرب، ما لم يحصل على شهادة من الغرب. الآن إذا أقام حفل عن نمط الغربي، يفتتح مصرف في بلد إسلامي، لا بد يوم افتتاحه من كسر زجاجتي خمر، هيك من تقاليد افتتاح المصرف. أما في دين، في إسلام، في منهج، في حلال، في حرام، النمط الغربي هو المسيطر. فإذا طلعت الشمس من مغربها، إذا قلدناهم في كل شيء، إذا دخلوا جحر ضبين انتهينا، ما في توبة. لماذا تتوب؟ هم على حق لا نحن، هم الناجون ليس نحن، هم الفالحون، هم المتفوقون، هم المسيطرون. دعك من رواد المساجد قل قليلين، بلد فيها 5.5 مليون، مجموع المصلين في كل المساجد 500 ألف، عشر. كل هؤلاء الذين يرتادون المساجد عشر، والذين يرتادون الفجر واحد بالألف منهم. لذلك هم يعتقدون أعداؤنا، ما لم يكن عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة فلا جدوى من أن ننتصر عليهم. القصة الدقيقة، حتى تطلع الشمس من مغربها، العلم من الشرق، الأخلاق من الشرق، الإسلام من الشرق، الحضارة من الشرق، الأدب من الشرق، الحياء من الشرق، حقوق الإنسان من الشرق، حقوق المرأة من الشرق. أما إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. يعني أغرب محاكمة اغتصاب في التاريخ، في بلد أوروبي أسرة أقامت دعوة على أسرة ثانية أن كلب الأسرة الثانية اغتصب كلبتهم، دعوة، وجاء المحققون وتفحصوا البيت، المتهمون ادعوا أن كلبتهم شريفة ولا تغتصب أحد. صور قاضي وتحقيق وشعوب يقتلون بالملايين، هم يحاكمون أسرة كلبها اغتصب كلبة، وينسون أن الناس يموتون لشهر كامل، هم ينتظرون، ما انتهيتوا وعم نستناكم، نحن بانتظاركم، ألم تنتهوا من قتل الشعب؟ لذلك ما لم تكفر بالكفر فلست مؤمنا، يجب أن تضع الكفر تحت قدمك. هم وإنجازاتهم وحضارتهم وفضائياتهم وأقمارهم تحت قدمك، ليكون الطريق إلى الله سالكا، لنستعيد دورنا القيادي، لنستعيد مجدنا كي نرفع رؤوسنا. يعني الإذلال الذي يلقاه المسلمون لا يصدق يا أخوان، لا يصدق. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
باب التوبة مفتوح على مصاريعه، إلى أن تعتقد أو تتوهم أن الغرب عندهم الحضارة وعندهم العلم وعندهم حقوق الإنسان وعندهم حقوق المرأة وعندهم حقوق الطفل، هم يعيشون حياة يعني حضارية راقية جدا. يعني شاب أحب فتاة عندهم، استأذن والده قال له: لا يا بني، إياك، إنها أختك وأمك لا تدري، أبو وزير نساء. ثم أحب فتاة ثانية واستأذن والده قال: لا يا بني، إنها أيضا أختك وأمك لا تدري. أحب فتاة ثالثة، استأذن والده قال له ثالثة: إنها أختك وأمك لا تدري. ضجر هذا الشاب وحدث أمه، قالت له: خذ أيا شئت، أنت لست ابنه وهو لا يدري. هذا مجتمع، مجتمع والله الزنا عندهم أهون من شربة هذا الماء، هكذا. يعني مستحيل أن تعثر على فتاة عذراء، مستحيل، وإلا معقدة، مريضة نفسياً، تحتاج إلى طبيب نفسي. وأساساً إذا جاءنا طبيب نفسي مسلم درس عندهم، أي مشكلة مريض نفسياً يقول له: ألك صاحبة؟ صاحب فتاة كي تستعيد صحتك، هيك علموه هناك، أن تصاحب فتاة هي الصحة النفسية. أخواننا الكرام، ما لم نرجع إلى ديننا، نحن ديننا دين فولكلور، دين أطر، دين عبادات، دين مسجد، دين صلاة، دين صوم، دين حج، لكن علاقاتنا ليست إسلامية، تجارتنا ليست إسلامية، أفراحنا ليست إسلامية، أتراحنا ليست إسلامية، سفرنا ليس إسلامياً. أي بلد حينما يستقبل 30,000 امرأة للبغاء من أجل إرضاء السياح من أجل الزنا، هذا بلد لن يسلم من عقاب الله عز وجل. الله عز وجل يرينا بعض آياته في بلاد مجاورة، يرينا بعض آياته: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يجب أن تنزع من ذهن أولادك الإسلام هو الحضارة، الإسلام فيه الحقوق، فيه حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان. ما لم تعتز بهذا الدين، ما لم يطبق هذا الدين في بيوتنا في كل مناحي حياتنا، الطريق إلى الله ليس سالكاً. يعني الكلام خطير. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هوى متبع الجنس، ما بقي شيء، ما بقي شيء من المرأة إلا وهو ظاهر في الطريق. وآباء هؤلاء الفتيات مسلمون، يصلون الجمعة في المساجد ويتباركون بالعلماء. سيدي الله يبارك فيكم، خلينا ياكم، والله كذب بكذب يا أخوان، عم تتبارك بعالم وبنتك شبه عارية في الطريق، هكذا. أنا أريد أن أقول الكلمة الصحيحة، الكلمة القاسية، الكلمة المؤلمة، الحقيقة المرة: نحن لسنا مسلمين. حينما كانت حرب البوسنة والهرسك، لي صديق طبيب يتابع الأخبار باللغات الأجنبية، قال لي: من غرائب الصدف أنني استمعت إلى حوار بين مفتي البوسنة، أنا التقيت به في بعض المؤتمرات، رجل صالح جداً، المذيع يدير معه حديث، يقول هذا المفتي: أنا أطلب من إخوتنا في المشرق ألا يعتبوا على الله فيما أصابنا، نحن لم نكن مسلمين، نشرب الخمر ونأكل الخنزير
وننمي أموالنا في الربا، لكننا نصلي في مساجد. والله عالم كبير توفاه الله قبل سنة، والله من فمه إلى أذني ما في وسيط بيننا، كنا في نزهة. قال لي أنا من بلد أوروبي، أوروبي شرقي. قال لي أذهب كل عام إلى هناك أخطب في أكبر مسجد، يعني المسجد فيه 20,000 تقريبا. قال لي من شدة تأثرهم بخطابي كلهم بكوا وأخرجوا بطحات عرق من جيوبهم وشربوا بالجامع. ما تحملوا هالمعاني الحلوة؟ شو الأفكار هاي؟ والله شيء حلو. بكيوا تأثروا، بطحة عرق بجيبته حاططها مبسطة أهون. وأسمع الخطبة، هذا العالم الجليل من فمه إلى أذني هكذا قال لي، قال لي معي صارت، أنا كنت الخطيب. فمفتي البوسنة يقول إخوتنا في المشرق ينبغي ألا يعتبوا على الله لما أصابنا، نحن لسنا مسلمين، نشرب الخمر، نأكل الخنزير، نأتي الفواحش، نأكل الربا، الآن بعد هذه الحرب أصبحنا مسلمين. المرض الخطير يحتاج إلى دواء مر، لذلك لا تعتبوا على الله، أنجوا بأنفسكم. أنا والله بروي قصة مئات المرات لكنها معبرة، أنه بدوي ساكن بشمال جدة، توسعت جدة، اقتربت من أرضه، ارتفع سعره، نزل إلى جدة ليبيعها في مكتب تجاري خبيث جداً، اشتراها بثمن بخس بثلث قيمتها، وأنشأ بناء ضخم 12 طابق، هم ثلاثة شركاء، أول شريك وقع من أعلى البناء فنزل ميتاً، وثاني شريك دهسته سيارة، الثالث انتبه، عرف الذنب الذي اقترفه، أنه أخذ هذه الأرض بثمن بخس. بحث عن صاحب الأرض البدوي 6 أشهر حتى عثر عليه وأعطاه 3 أمثال حصته، فقال له هذا البدوي ترى أنت لحقت حالك. يعني كل واحد منا يلحق حاله، يصطلح مع ربه، يقيم الإسلام في بيته، في معصية يلغيها، في دخل حرام يتخلى عنه، في علاقة شائنة يلغيها. أنا يصل إلى علمي أشياء لا تصدق من رواد المسجد وله صاحبة، كيف ما بعرف، يعني في قصص العقل لا يصدقها. فهذا شعب مسلم مقصر غارق في المعاصي والآثام، أن له أن ينتصر، والذي يجري حولنا رسالة لنا من الله. دعك من أن أعداءنا يهددون كل دول المنطقة، بحث ثاني، الذي يجري حولنا رسالة لنا، لأنه ما كل المذنبين يعاقبون، يعاقب بعضهم ردعا للباقين، فإن لم يتعظوا يأتي دورنا. يعني الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. فلذلك كل التعليق على كلمة إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإن طلعت، يعني إن توهمنا أن العلم في الغرب والحضارة في الغرب وأصول السلوك من الغرب، يعني لازم يأكل باليسار، أنه هو سينيه كثير راقي، شغلة كبيرة هو، أما باليمين بلدي، معناته بلدي، إذا مسك الشوكة باليمين والسكينة باليسار معناته هذا غير حضاري. هكذا يعلمون أولادنا، أحياناً نحط ابننا ب500,000 حتى يتعلم منه العلم، 500,000 الفصل، نصف مليون يتعلم ابننا العلاقات الغربية، الإتيكيت، الدبلوماسية. هم يذبحون الشعوب بالسكين ويعتذرون ويعزون بالموتى، لك هم القتلة، هو القاتل نفسه، هو الذي أمر بقتل هذا الشعب ويعزي.
أخواننا الكرام، في بنفسي شيء كثير من هذه الكلمة، حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس يجب أن تطلع من الشرق، من مكة المكرمة، من المدينة، من مقام النبي، من منزل الوحي، من طيبة، من هذا المكان. الشمس من الكتاب، من القرآن، من السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. معنى ذلك حديث آخر، الأول في مسلم والثاني في مسلم: لا توبة إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني إذا توهمنا أن العلم عندهم والرقي عندهم والحضارة عندهم ونحن متخلفون، دول نامية متخلفة. مرة كنت في أمريكا وعدت وأردت أن أصوغ مقالة قصصية، هذا فن أدبي بس قليل استخدامه، أعبر بهذا المقال عن مشاهداتي هناك. تصورت أن أباً عنده أولاد كثر، أعطاهم جزءاً كبيراً من ثروته في حياته ليتدبروا أمرهم بهذا المال، وأعطى المال بالتساوي بين كل أولاده. عنده ولد ذكي جداً، خبيث جداً، منافق جداً، طموحاته في حياة الدنيا لا يكفيها هذا المال الذي أخذه من أبيه، أراد أن يعتدي على إخوته. أقنع أحد إخوته أن يبيعه حاجة لا يحتاجها إطلاقاً. يعني هل تصدقون أن خمس طائرات بيعت لبلد إسلامي ثمنها يساوي ميزانية بلد كبير لخمسة وعشرين سنة؟ تصوروا، أنا أعطي الرقم الدقيق، ثمن خمس طائرات لا يمكن أن تطير، لا يمكن أن تستخدم، مستواها عالي جداً. خمس طائرات ثمنها يساوي ميزانية بلد عربي لخمسة وعشرين سنة. هذا الابن الخبيث أقنع أخاه أن يشتري منه حاجة لا يحتاجها، أخذ ماله. الآن اشترى من أخ آخر حاجات ثمينة بثمن بخس، جاء وقت ثمن البرميل ستة ونصف دولار، كلفة استخراجه ثمانية ونصف. إما أن يبيعك شيئاً لست بحاجة إليه بسعر فلكي، أو أن يشتري منك شيئاً بثمن بخس. في عندي مؤلف عن البورصة، الغرب استرد عن طريق البورصة كل الزيادات في أسعار النفط، استرد مئات المليارات عن طريق البورصة ونحن لا نشعر، كل الزيادات استردها، والأموال المودعة عنده مستحيل أن تسحب. في ألف مليار، والرقم متواضع، قال لي أحدهم وهو الخبير، قال لي 3000 مليار مودعة عندهم للمسلمين ومستحيل أن تسحب، لك أن تسحب بعض الفوائد فقط. إذاً هذا الولد الخبيث الذكي المنافق أقنع أخ أن يبيعه شيئاً ليس بحاجة إليه، أخذ كل أمواله. أقنع أخ آخر أن يشتري منه حاجة أساسية جداً رائجة جداً بثمن بخس، أخذ أمواله أيضاً. وأخ اشترى منه أرض، هي الأسكة، اشتروها بخمسين ألف دولار، ولاية كلها بترول كلها ثروات بخمسين ألف دولار فقط، اشتروا ولاية بأكملها. فالنتيجة بطريقة أو بأخرى، باحتيال، بكذب، بتدليس، بغش، بإيهام، بقوة، بتهديد، بحياء، جمع هذا الأخ أكثر أموال إخوته،
وعمل بيت وعمل حدائق وعمل مرافق عامة، ولكل ولد جناح، ولكل ولد سيارة ومرافق وسائق، وقاعات استقبال وقاعات طعام، وبيت بالمصيف وبيت على الساحل وبيت. هذا عاش بحبوحة تفوق حد الخيال. أخواته أصبحوا فقراء، ما سحب أمواله، قاعدين ببيت 100 متر، إذا زارهم بتأفف، متخلفون، ما عندهم ذوق، ما عندهم إتيكيت اجتماعي. أنت سبب تخلفهم، أنت الذي نهبت أموالهم، أنت الذي أوقعتهم بهذا الضيق. الآن بينتقد العالم الغربي، بينتقد الدول الشرقية، متخلفة، أنت عملتنا متخلفة، ما خليت لنا شيء، زرعت لنا عدو استنفذ كل طاقاتنا خلال 50 سنة، أكثر ميزانياتنا من أجل الدفاع، هو زرع هذا الكيان. فلما الإنسان يغتني يصير ناعم، نعومة مزورة، هي ما بيتحمل، إذا يعني الثياب ألوانها غير متناسبة ما بيتحمل، ما بيتحمل لك جلسة من دون موسيقى هادئة، هو لأنه كثير راقي. شايف الرقي هذا؟ رقي الحرامي الذي سرق أموال أخواته وخلاهم فقراء، سكنهم ببيت صغير وفوق بعضهم، وكل النهار في خنايق وقتل وضرب، وطبعا ما معهم يكملوا دراسة، طلعوا جهلة. والله مرة وزير بريطاني قال كلمة حق، قال والله نحن سبب مشكلات الأرض كلها، السودان في مشكلة، الشرق الأوسط في مشكلة، ببنغلاديش في مشكلة، بالهند في مشكلة، بالعراق في مشكلة. أبدا، فنان بخلق مناطق توتر، وهذه المناطق التوتر تحتاج إلى أسلحة، هم يبيعون السلاح، وكل عقود السلاح عقود إذعان ليست عقود تراضي. يعني قد يكون السعر بمئة ضعف، بخمسمئة ضعف السعر، مضطر تأخذ سلاح أنت. فلذلك هؤلاء الغربيون المتوحشون الذين يتعامون عن جرائم لا تحتمل ويطلبون أسيرين، الآن بقرار مجلس الأمن بدهم أسيرين، والألف اللي قتلوا، والمليون اللي شردوا، والبنية التحتية التي هدمت بدون تعويض، بدون أسيرين. الحقيقة ما لم تحتقر الغرب الطريق إلى الله ليس سالكا، حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة، ما حدا يتوب هلأ، أن هذه المعاصي ألفها الناس، أصبحت جزءا من حياتهم. يعني مثلا حدثنا مرة أحد رجال الدين بحلب، قال أحصى عدد المحلات التجارية يلي تسمت باسم مسلسل له 300 حلقة فاضح جدا، أثناء عرضه كان في منع تجول، يلي رغبان يبني مخالفة بالبناء يبنيها أثناء عرض المسلسل. شعب مسلم تعلق بمسلسل 300 حلقة وكان أثناء عرضه في منع تجول، أحصى عدد المحلات التجارية بحلب التي سمت المحل باسم هذا المسلسل 600 محل، 24,000 مولود سموا باسم هذا المسلسل، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أمي همها الأغاني والمسلسلات والأفلام الإباحية، وهذه الصحون التي كلما اتسعت على السطوح ضاقت الصحون المائدة، هذه أمي لا ينبغي أن تقول يا رب انصرنا، لأنه ما قدموا شيء للنصر. أما حينما نعود إلى الله ونتوب إليه ونعود نعتز بأمتنا وبديننا وبقرآننا وبإسلامنا، ونقيم الإسلام في بيوتنا وفي أعمالنا، عندئذ يمكن أن ندعو الله بالنصر. أخواننا الكرام، الكلام الدقيق هذا هو الكلام، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.
أما إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. الله عز وجل قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ومن هوي الكفر حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. لكن أنا أقول لكم ينبغي أن نتقوى بالأسباب التي تقووا بها. سألني أخ بالإنترنت أنه ما حكم الذهاب إلى بلاد الغرب؟ قلت له إذا كان الهدف من الذهاب أن تنال شهادة عالية المسلمون في أمس الحاجة إليها، وكنت محصناً بزوجة وعدت قبل أن يكبر أولادك ويتأثر بالغرب، لا مانع. كم شرط؟ إذا أردت أن تحصل اختصاص نادر يحتاجه المسلمون، هذا الذي رأيتم في الحرب في دقة، في إعداد متقن، في تطوير للصواريخ، أليس كذلك؟ هكذا المسلم، هكذا يعني فوجئوا، العالم كله فوجئ، العالم صعق، هذا الإعداد. إذا ذهبت إلى بلاد الغرب تعلمت برمجيات، تعلمت معلومات دقيقة جداً، وعدت إلى بلدك ووضعت هذا العلم في خدمة أمتك، وكنت محصناً بزوجة وأولادك صغار، عدت قبل أن يتأثروا بالغرب، لا مانع، بنية أن تقوي أمتك. فأنا أتمنى أن هذه الحضارة لا تقابل إلا بحضارة، يعني هالأسلحة القوية لا تقابل، يا رب يا رب تدمرون، ما بتكفي، ما بتكفي يا أخوان. الدعاء من دون عمل ما له قيمة. الله عز وجل قال وأعدوا لهم، يلي أعدوا لهم حققوا نتائج، نتائج مذهلة حققوها، والله بيعين، الله هو المعين. فيعني الآن أنا بحب أضع الخطة أمام أخواننا الكرام، الخطة أن نتوب إلى الله وأن نصطلح معه، وعندئذ يمكن أن نعد لأعدائنا بأساليب قوته تماما. فأسأل الله لي ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.